المقترح اللي بتقدم من الخمس الاعضاء ان 25% للمراه، يعني ربع البرلمان هيبقى نساء. اعتقد ان ده حرب بتخوضها الدوله وبياخدها المشرعين لحمايه والحفاظ وعمليه انتزاع حقوق المراه والحفاظ عليها. لو لم يكن هناك تعديلا لن تستطيع المراه ان هي تمثل في البرلمان. بالنسبه للعمال والفلاحين موجود برضو في جزء خاص بالتعليق ان يكون هناك ما تنسوش يعني. لا طبعا تمثيل من العمال والفلاحين، لكن عايز اوضح بالنسبه للمراه، المراه في الفتره الاخيره يعني اثبتت المراه المصريه في كل التغيرات اللي تمت في مصر انها كانت في مقدمه الصفوف. برغم كده لو شفنا البرلمانات الاخيره لم يكن تمثيل المراه تمثيل كبير جدا. المواقف يمكن بدايه من يعني 2011 في 30/6 وفي الاستفتاء عن الدستور وفي الانتخابات الرئاسيه في كل الاشكال المشاركه السياسيه اللي طلبت مصر المواطنين ينزلوا فيها كانت المراه في مقدمه الصفوف. فيعني من الطبيعي ان يكون هناك تمييز ايجابي للمراه. بالنسبه للعمال والفلاحين ايضا التعديل اللي مقترح ان يكون هناك تمثيل ايضا للعمال والفلاحين، لان طبعا الفلاحين في على مستوى مصر كان الاول 50% فئات و50% عمال وفلاحين. احنا ما بنقولش النسبه ديت، لكن يكون هناك تمثيل موجود بالنسبه للعمال والفلاحين في البرلمانات القادمه سواء في مجلس النواب او في الغرفه المقترحه الثانيه ومجلس الشورى.